عودة إلى كأس العالم وسؤالي القادم يخص المنتخب المغربي، هل ما فعله المنتخب المغربي كان مفاجأة ليك في هذا المونديال؟ نعم، لأنهم بكل تأكيد فأنا لهم مدير فني كان معهم لوقت قصير، وأعتقد أنه استطاع في هذا الوقت أن ينشئ فريق عظيم مع لعيبة لم يكونوا من قبل في المنتخب، لأنهم كانوا في مشاكل مع المدير الفني الأسبق، ولكن أعتقد بأنهم كان لديهم دافع من قلبهم أن يدفعوا بالمغرب وأن يفاجئونا نحن في هذا البطولة لكأس العالم. فإن أن قال كثير أن المغرب كانت تدافع عن نفسها كثير، ولكن أنا أعتقد ليس حقيقة، وأعتقد لابد في كرة القدم، أنا أعتقد لازم أن تعرف، لابد أن تعرف كيف تدافع وكيف تهاجم، فأعتقد لم يفوجوا لكم بشيء يستحون منه. وأعتقد أن الذي لاحظته أن لعيبة المنتخب المغربي كانوا يلعبون بقلبهم.